أنا رح أرجع معك ل يعني شو بيقولوا هيك النهضة اللي عملتيها على السوشيال ميديا كارمن بالإتيكات، وبوقتها حكينا إنه تعرضتي للتنمر. شو أكتر شيء أذاكي باللي بيوصل؟ بتعرفي في ناس كتير بيتخبوا ورا السوشيال ميديا وبياخدوا راحتهم بالتعليقات، أوقات سلبية وأوقات إيجابية. شو أكتر تعليق سلبي أو تنمر أذاكي حسيتي أو أذى أولادك؟ بالفعل أنا في أول فيديو راح فايرل كان على أيام الكوفيد، أول فيديو هو كيف نغسل إيدينا نحن وعم نغني هابي بيرثدي. بقى هيدا الفيديو انتشر بشكل رهيب. ليه يعني بدنا نغسل إيدينا نحن؟ هي بدها 20 سكون 20 ثانية. هي الباك جراوند تبع البيولوجي بيعرف إنه بكتيري بدها 20 ثانية لتنشال، فنحن لل 20 ثانية منغني بكونوا أخير عدي 20 غني هابي بيرثدي تو يو. هلا انتبه على الويب سايت مثلا بأمريكا وبأوروبا الهيلث أورجنايزيشن حطت إنه غنوا هابي بيرثدي أور كاونت تو 20 سكندز أنتوا عم بتغسلوا، يعني علميا هيدي بس هي طلعت مصبت. كمان بالفاينل كات بطريقة إنه هيدي إتيكات غسيل الإيدين ولازم تغني هابي بيرثدي تو يو. سو انتشرت بشكل مش معقول، وهون صار في تعليقات. yes. انا ما بخبي عليكي بالاول هيك انصدمت علما انه هيدي حقيقه مثبته علميا، يعني ايه بس عاده ايه؟ الواحد بده وقت ليتعود. يعني اول شيء هيك بحس حاله كانه اكل كف. اكلت yes. الكف، بس thank God انه في الشباب اليوت وجيسون بالعكس ما هدولي قالوا لي this is normal، عادي على السوشيال ميديا هيك بيصير. بالعكس نحن طب كارمن انت الانهيار تبعك بتسميه صدمة؟ يعني حتى نحن لما نكون ديبرست على الاخر واكلين كف لازم يكون عم ناكله باتيكات يعني ناكل الكف باتيكات؟ لا هي اكلي تشوك يعني ان واي. يعني كمان ما تنسي يعني هي انه ما دام مره على السوشيال ميديا بركي ما حتعرف قد ايه انه بهالايج انه قد ايه people can be toxic، قد ايه they can say comments وهن عم يمزحوا. يعني كان نوع انهيار لإلك يعني ايه مقلعة بالموضوع وقررت توقف. لا دقتلنا قررت توقف يعني somehow. هون الشباب اجوا قالوا لي لا this is normal. ولادك تدعموك ايه وبالعكس she called us. كانت هي بالبيت نحن خلص بدي وقف ما بدي بقى اتكلم بليز تعوا على البيت اننا خلص طالعين لعندك ما تشيلي هم. ودقينا لاصحابنا لنعمل دعم يعني دعم بس مش بس دعم انه overcome. لا انه بالعكس let's embrace it لانه هي الاتيكات تبعها is common and is for everyone. بالعكس accessible مش انه بس السناب والريش بيعملوا هيك. لا قلنا خلص خلينا نرد بنكته. فردينا بنكته فتفاجئوا اي كل النكات صار كل ما حدا يعمل لي شغلي انا رد بنكته وهن يتفاجئوا حتى على ستوري وتتفاجئ العالم وكبرت انه معقول ام هيك تعمل انه معقول تنكت على النكات ومعقول عن جد عم تستقبل يعني النكات. هون البين جيلين ساعدك كمان خاصه على السوشيال ميديا.